حضارة مصر القديمة هي بلا نزاع من أعرق الحضارات وأغناها، والمدارس الطبية في مصر القديمة كانت تتمتع بالشهرة والسمعة الطيبة، وكان لرجال الطب الذين تخصصوا في فروعه المختلفة كان لهم صيت ذائع وواسع، وكان الملوك والأمراء وعظماء الرجال من الممالك المجاورة يستدعونهم لعلاجهم. ومنذ فجر التاريخ ابتكر المصري القديم طرقا حديثة لعلاج الأمراض المعدية التي أصابت بعض المدن في حقب التاريخ الفرعوني المختلفة. ولأن التاريخ هو ذاكرة الأمم ومعمل لتجارب البشرية، فإننا اليوم نقول أنه كما نجحت مصر القديمة استطاعت مصر الجديدة أن تنجح، عندما التقت رؤية القائد مع إرادة الشعب استطاعت مصر القضاء على فيروس سي، التهاب الكبد الوبائي الذي كان يمثل المرض الأعلى انتشارا في مصر، لتعلن مصر 2020 خالية من فيروس سي. نقدم إليكم هذه الحلقة الخاصة جدا من برنامج ابن مصر من إمبراطورية صناعة الدواء في الشرق الأوسط وقبلة السياحة العلاجية. رحلة كفاح ونجاح بدأت قبل 33 عاما من صيدلية جليم على شاطئ البحر المتوسط، لتصبح الآن واحدة من أكبر شركات الأدوية في الشرق الأوسط والعالم. هذه الشركة عنوانها التحدي والإنجاز، كانت دائما تسير مع المصريين على موجة واحدة من الحب والعطاء والتحدي. بدأت بإيجاد علاج لمرض البلهارسيا ومن بعده الصدفية والقدم السكري، وشاركت في القضاء على فيروس سي بأن ساهمت في تخفيض تكلفة العلاج من 84 ألف دولار إلى 48 دولار قيمة العلاج وبكفاءة عليا.